الرابح بالموسم الأول بروجكت رانواي ميدل إيست هو علاء نجد من لبنان. المرة اللي كانت أخلاقها بعالمي أول فترة كانت مرة كتير قوية، كتير ستراكتشر، حتى الفيجرين تبعها كنت أرسمها بالمساطر، كانت كلها كورنرز. كانت مرة بعالمي أنا بعيد كتير عن المرة بحياتنا الطبيعية أو نشوفها على الطريق. كان دايماً عندي الكتاف تبع المرة كتير عراض وكتير ستراكتشر وكتير كورنرز وكتير ستريت لاينز، وكنت حبها هذا الشيء لأنه هيدي المرة كانت تعطيني إنسبيريشن، كانت هي نقطة الانطلاق تبعي. شوي شوي بلشت تحس انه الفيلينج بلش يتغير، الانسبيريشن بلشت تتغير، المره اللي بالعالم تبعي صارت عم بتكون اكثر سوفت، صارت عم بتميل اكثر لشيء سبيريتشوال، وكانت صارت الانسبيريشنز تبعي سبيريتشوال اكثر من انه اركيتكتشرال جيومتريك. There's no one in town I know. You gave us some place to كل شيء فيه سمبليسيتي بطريقه sophisticated بيعطيني inspiration بطريقة معينة. كتير حلو لما أرسم شيء على ورقة وأرجع أشوفه بعد فترة تنفذ وصار على جسم المرأة قدامي. This is really magical. شوي شوي المرأة بعالمي صارت عم بترتاح أكتر، صارت عم بتقرب أكتر للمرأة بالحياة الطبيعية، عم بتكون less geometric يعني أكتر human. بعده في عندي التاتش تبعي أكيد، بعدها المرأة فيها التاتش الطف شوي بس بطريقة كتير أخف من ما بلشت. و I think إنه it's good إني بلشت بهالإكستريم لأوصل لمطرح إنه كون in the middle بين هالإكستريم وبين العالم الحقيقي. كنت بالأول شوف مرة واحدة كاركتر واحد عم تلبس التياب اللي أنا بعملها، شوي شوي صرت عم شوف إنه لا، صار في أكتر من مرة أكتر من كاركتر يمكن بيقدروا يلبسوا هيدا الديزاينز اللي أنا عم بعملهم. وصلت لمطرح لقيت انه هيدا الشيء انا بدي اياه، اكثر من انه المره تكون ماسكولين او اكثر من انه المره تكون فيري توف. اللي وصلت له ليتلي هو اللي انا كان المفروض يعني بدي اياه من الاول، هو انه المره تبعي بدي اياها اندبندنت قويه بس بذات الوقت فمنه. هيدي الكومبينيشن اللي انا وصلت له وكنت بدي اوصل له.